مهرجانات كلية الفنون والتصميم في الدورة الثالثة، وفي اليوم الثاني من أيام المهرجان أقيمت أمسية موسيقية للثنائي الموسيقي طارق الجندي وناصر سلامة على مدرج سمير الرفاعي. أمسيتنا اليوم اللي رح أقدمها أنا وصديقي ناصر سلامة هي مش أول أمسية إحنا بنعملها بالجامعة الأردنية، بس هاي أول أمسية ضمن المهرجان اللي هو هاي سنته الثالثة. رح نقدم اليوم مجموعة من الأعمال الموسيقية اللي أنا كتبتها للعود والإيقاع، بالإضافة لبعض المقطوعات الجداد اللي عملتها كمان مؤخرا. الهدف من هاي الأمسية هو مسؤوليتنا إحنا كفنانين أردنيين أن ننشر هاي الثقافة بين طلاب الجامعات، نعرفهم بالمؤلفين الموسيقيين، نعرفهم بهذا النوع من الموسيقى الآلية، ونشرح لهم أكثر عشان يكون في هذا التواصل الأكبر اللي بيننا وبينهم. أبدى الجندي سعادته بهذه المناسبة، خصوصاً أنه ابنها الجامعة ومنها انطلق للعالمية، وقدم مقطوعات موسيقية في البداية بشكل منفرد لينضم إلو عازف الإيقاع ناصر سلامة في مقطوعة من تأليفهم بعنوان الصراع الداخلي يلي نالت إعجاب الحضور بشكل كبير. اليوم أنا مشارك مع رفيقي طارق الجندي الدويت اللي دائما إحنا نعزف مع بعض. المشاركة هاي صراحة هي حفلة لطلاب الجامعة الأردنية، هدفها بيني وبين طارق هو تعريف طلاب الجامعة بالموسيقى اللي إحنا بنقدمها أنا وطارق واللي بنلف فيها عمالنا في العالم. لمدة بتتجاوز 45 دقيقة من العرض المستمر قدم الجندي وسلامة مقطوعات موسيقية غاية في الجمال والدقة.